فقرة كوميديا أداها فضحكته ، الحفلة خلصت غطى ضحكه ستار ، أول ما غاب نظر الحضور عنه خلع ابتسامته وقام بكى وانهار ، بلياتشو شاطر في الهزار جدا ، فاشل في انه يخلي نفسه سعيد ، لو دمعة نزلت لحظة الافيه تمسحها ايده مرة تانية يعيد ، يا أيها الجمهور يا مدعي الأحزان أنا كنت وحدي بعيد لكن آمن قربت مني ما شافش قلبي أمان دخلتكم بسهولة في حياتي فكسرت قلبي ما فيا مكان إلا وعلامة جرح منكو عليه لايق علي الحزن في الكوبليه وموسيقى غامضة صعب جدا وصفها لايق عليا في الإضاءة ضعفها بضحك ونسي الناس هموم رغم اني شايل ضعفها لايق علي الكذب في المشهد لايق علي تداخل الاحداث مضحك وشايف نفسي مش مضحك حساس وشايف نفسي مش حساس خمرة نكات سكرتوا بيها ازاي ما كنت فايق حتى جوه الكاس وانت يا حلوة في زحمة الحاضرين شايفك كأنك نجمة وسط غيوم عدت سنين وكبرنا يا حبيبتي لكني واقف عند نفس اليوم يوم لما سبت ايديا ومشيتي من غير مبرر او سبب مفهوم انا مش هجمل صورتي قدامكم انا مش هجمل صورتي قدامكم ولا جاي افرق شري من خيري انا مش بحمل حد اخطائي ولا جاي اقول ان السبب غيري معظم معاركي خطها بطولي معظم خسايري انا السبب فيها دي دموعي كنت بإيدي بمسحها أحزاني كنت لوحدي بخفيها وأنا في النهاية بعتذر على إنها فقرة نكد يمكن دي آخر فقرة ليا في الحياة قررت فيها أكون شخصية مستوحاة من واقع المؤلم من داخلي المظلم أقدمها ليكم بكل صدق وحزن بنبرة مضطربة وأداء جايز مهزوز بلياتشو فاشل في الهزار جداً، أراجوز أساء لمهنة الأراجوز